هي رائدة إنه مدت إيدها على الشعر الحديث اللي موسيقته داخلية وهي ما قدرت توصل لهالموسيقى. ضروري يكون فيهم هالإيقاع اللي خرج إنه يتلحن، إنما عندها هالموهبة اللي هي كمان عملت دراسة عليها إنه كيف تعرف تغني الحرف العربي، لأنه إذا هي عندها مشروع تعمل أوبرا عربية أكيد بدها تعرف تلفظ عربي وتفهم العربي مثل ما لازم وكيف هو مكتوب، فبتوصله بطريقة كتير جيدة أوقات أحلى ما لو الشاعر عم بيقريه. لم يزدني الورد إلا عطشا، لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشأ يمشي على خدي مشى الشرق وعالم الغرب بشكل أو بآخر. ما فيني أقول لأنه أنا من الشرق فالأوبرا هي غريبة أو هجينة. قول طيب ليش ما منجمع اثنين؟
سبحان من خلق القلوب لكي تؤانسنا بها سبحان